يلعبها لمحمد محمود، كرة في نص الملعب محمد فارس، مباراة طيبة الحقيقة لمحمد فارس. اسلام عبد النعيم، منه لهشام صلاح، هشام يتحرك محمد محمود ويستلم، يلعبها ناحية اليمين اسلام عبد النعيم نادي الاتحاد، لكن كثافة العددية لصالح نادي الزمالك. محمد محمود يلعبها للي جاي من ورا لقدام، يا ولد يا ولد، خالد الغندور يسجل هدف رائع. ايه حكاية المقص ده؟ فتوح يسجل في الشوط الاول في نفس المقص، لكن خالد الغندور يسجل واحدة من احلى اهداف الدوري. يا ولد يا ولد يا ولد، وسط فرجة لعيبة الزمالك، ايوه واقفين بيتفرجوا وفتوح بيتنرفز، ولكن خالد الغندور، ايه المعلمة دي يا خالد؟ يا ولد يا ولد يا ولد، ايه يا معلم يا معلم يا معلم، خالد الغندور يسجل هدف رائع. بص محمد محمود يستلم ويعمل الكرة بتمهيد، وادي بشماله مش بيمينه، ورايحة رايحة يا ولد يا ولد يا ولد، يطير ويتمطع معاه محمد صبحي، لكن هدف رائع لصالح نادي الاتحاد. 2-1. يرد خالد الغندور ويقول لي مستسلمين ايه يا راجل، مستسلمين ايه يا راجل، لسه الماتش فيه، لسه الماتش فيه. و2-1، مباراة أوفت بالوعود على مستوى الأداء وعلى مستوى الأهداف وحلاوتها والله.